زوجة عقلها صغير جدا ومتعبة في المعاملة معها، ماذا أفعل؟ يعني الزوجة إذا كان عقلها صغيرا فليكن عقلك كبيرا حتى تستطيع أن تحيط هذا العقل الصغير، لكن إذا كانت المرأة عقلها صغير وعقلها أيضا صغير فمن ذا الذي يستطيع أن يحيط الآخر؟ معروف إن الكبير والذي يتحمل الصغير، فلابد أن يكون عقلك كبيرا وقلبك أكبر. نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لمحبه ومرضيه.